اخي تعال. تفضل اخوي، شو تريد؟ شاي لو مي؟ كل شيء عندنا، عندنا توست، عندنا شاي، كل شيء تريد. يو 979، عوف الشاي والتوست والقهوة هسه. تريد تاخذ لك 100,000 بيوم واحد؟ اريد اخوي، منو ما يريد؟ فندفا، انت يبين عليك واحد عاقل، راح اسوي وياك شغل يخبل. هالمحل من ايش وقت فارغ؟ والله اخوي صار له كم شهر فارغ وما حد يأجرهم. المفتاح يمي، اذا تريد انطيك تشوفه. شلون؟ نقدر ندبر ميز وكرسي شي هنا، اريد اسوي استوديو اغاني. حلها اخوي، جوا اكو مخزن، السوق مليان غراض، انا ادبرش كم شغله منك، لا تخاف انت. حلو، لا تجيب الغراض من المخزن، والبس لك بدله مرتبه، انت خلاص صرت مدير هالمحل، انت مدير. مدير؟ مدير ايه، يلا جيب الغراض بسرعه ونظف المكان، انا راح اجيب واحد يريد يسوي البوم وانت راح تلعب دور المدير، تمام؟ اخوي ما راح يصير لي شيء من ورا هالشغله مو؟ 979 دن الشاقة، هذا صاحبي، انت سوي اللي اقول لك عليه والباقي لا تتدخل. تمام اخوي لعت، يلا انا رايح. يلا شو سبعي؟ كوتن مورغن عمو جميل. اوه وائل، اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا، تفضلوا قعدوا تفضلوا يا هلا. ايه عمو، هذا صاحبي حميد اللي حشيت لك عنه. مرحبا استاذ. الله بالخير. عمو جميل هذا احسن مخرج البومات بالعالم، هو اللي اكتشف مهند محسن وكاظم الساهر وحتى حاتم العراقي. ايه كعفي، تعرفني انا ما احب المدح ابد. ابني لا تمدحني، قل لي شنو بيا عيوب حتى احسنها، هيك احسن. انت غلطان اخوي غلطان. كلش حلو كلامك استاذ، اهنيك اهنيك هوايه واخليك على راسي، انت ماكو مثلك ابد. حتى اللي يسوون اعلاناتهم عمو جميل يختارهم، هسه قال علي يفوز وبع هو اللي فاز. ياي ايه يسلمون، ما يقدرون يرفضون كلامي. حتى مادونا ما كانت تجي هالسنه، بس عمو جميل بتليفون واحد خلاها تقول اني جايه جميل. يو مادونا كلش تحب عمو جميل. ياي ايه احبابنا يحترمونا الله يخليهم، ما يكسرون كلامي. ما شاء الله ما شاء الله. سوزان تخابر. هاي سوزان اللي نعرفها مو؟ ايه هي. يو بنتي شنو هاي؟ ذاك اليوم دزيتي كلمات، شنو هاي؟ لزعلين من عندي بس ما عجبوني ابد، حتى جرس مع الباب ما خليهن. شنو هاي؟ كم نوتة مستخدمة؟ وحدة لو اثنين؟ لك الواحد يخلي 20 أو 30 نوتة على الاقل، حتى المستمع ما يمل. ايه الناس تريد تسمع شي حلو، لا تسألين من عندي بس، هاي بأي مكان ما أقدر أعرضها. أنا أبد ما أجامل بالشغل تعرفيني. إيه ياهو إجا ورادي يغني وصار مغني براسي. إيه أنتوا ليش جايين بالله؟ ما قلتوا لي. عمو جميل ما ناخذ من وقتك هواية، قلت لك أنا وحميد أخويا راح نسوي أغنية ميكس، أغنية شعبية والراب. ياه إيه بالله، يلا سمعني صوتك، غني لي غني لي طربني يلا. برافو برافو، وندول بيوتفول، كلش حلو غنيت، كلش عجبني. راح نسوي لك ألبوم، يلا على الخير، لمت ورثك واطلع، يلا عافية عافية. الله وائل وائل، فدوى أروح لك، راح نسوي الألبوم، ما شاء الله، فدوى أروح لكم أني. بس لازم تدفعون 20 مليون دينار فقط على ألبوم، على مود شغل الاستوديو وشغل الفريق. يا 20 مليون؟ والله هاي الخاطر البلبل اللي قاعد يمك، وإلا كان أخذت 50 مليون ما نزل من عندها لك. لا خليها 20 زين. إي بس حميد إحنا ما نقدر ندبر هالفلوس هواية، تعال عوف هالموضوع، بعدنا بالبداية إحنا. لك ضلعي أنت تخبلت، فدوى أروح لك، إيش بيك أنت؟ سوينا كل شيء، قنعنا الرجال، بعد هاي الخطوة ماكو رجعة بعد. إي زين بس 20 مليون هواية حميد، صير منطقي. عوف العشرين مليون، لك أنا 20,000 ما عندي، لك 20 فلس هم ما عندي. راح نسحب قرض. يمكن ردت تقول أنت تسحب، لأن البنك ما يعطيني قرضاني. شنو السبب؟ أنا لأن جنسيتي ألماني، هسا لو أقوم أروح هناك وأقدم طلب وعن ما يوافقون، وهاي طول السالفة كلش. أحسن شيء أنت اسحب قرض وبعدين ندفع سوية، وأنت تثق بوائلكم مو؟ لك ضلعي،
أنا إذا ما أثق بيك بمن أثق بعد؟ أنت أكثر إنسان أثق بي بالكرة الأرضية حبيبي. أنت تعال أبوسك، فدوى أروح لك. تعال، شنو أنت؟ وين القمت لك أني؟